بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله كده وتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. حل تدريبات بلاغية من كتاب الامتحان صفحة 193 الفقرة الثانية اللي هي السؤال الثاني بمعنى أحبك والحب لو تعلمين. يقول الشاعر: أحبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل. المقل اللي هي العينين، يعني مقل العين. وألقاك فجرا شهي الضياء يبدد ليل الأسى والملل، وحين يحاصرني الاغتراب أعانق في مقلتيك الأمل، فأنت التي تسكنين الفؤاد وكل البلاد سواك طلل. طلل يعني أطلال، هي بقايا بلاد بالنسبة لي. يعني بلي أنثر أو عفوا بلي أثمرت عاطفة الشاعر في الأبيات ألفاظا تدل عليه. هنا بقى يجي دور الطالب المركز، مش اكتر، لا ذكي ولا مجتهد ولا اي حاجه خالص. طالب المركز اللي بيقرا السؤال، طالب لما يقرا سؤال زي ده يعمل ايه؟ هيروح حاطط خط تحت كلمه عاطفه وكلمه الفاظ بس. يعني السؤال ده هو عايز ايه؟ عايز حاجتين، تحدد العاطفه وبعدين تختار الفاظ. تقوم انت لما تيجي تجاوب تحسن عرض الإجابة علشان المصحح يعرف انك فاهم كويس، وتستريح اللي بيصحح لك. تقول له: واحد، العاطفة نقطتين فوق بعض سيطرت على الشاعر في الأبيات السابقة عاطفة قوية، وهي حبه لبلده وعشقه لها وتفضيله لها على كل البلاد. وتفضيله لها على كل البلاد، حب وعشق وتفضيل، هي كلها حبه. خلاص خلصت العاطفة؟ نقطة. وقد نقول السطر بقى اثنين: وقد تأثرت الألفاظ بالعاطفة فجاءت موحية بها، مثل أحبك، الحب، ربيع، فجرا، شهي، أعانق، الأمل، تسكنين الفؤاد. نقطة بس. أنا بعمل إيه؟ أنا مش شرط أختار كل الألفاظ على فكرة، ولا أختار كلمتين وأسكت الوسط. اختار لي من 3 لـ 8 الفاظ كده، من 3 لـ 8 يعني، عشان ما كترش قوي، يعني حسب الابيات وحسب كثافه الالفاظ اللي موجوده، وراح بس مش هعمل اكتر من كده. ما تقول لي يا استاذ طب انا هبين ايه حق كل الالفاظ؟ ما انت قلت، مش انت قلت العاطفه؟ قلت ان الالفاظ دي تاثرت من ايه؟ بالعاطفه. عارف لو كنت تقول لي الايحاء هتلاقيك بتقول برضه تاني الايه؟ العاطفه. فخلاص كونك ذكرت الالفاظ والعاطفه فانت كده قلت تاثر الشعر، اثرت عاطفه الشعر في الايه؟ في الالفاظ. السؤال ده كتير بيجي على فكره، خلي بالكم. السؤال ده استخرج من الابيات صوره بلاغيه مبينه سر الجمال. صوره كده، صوره استعاره او تشبيه او كنايه او مجاز. بص انا بقولها ازاي. الاصل في الصوره هي الاستعاره والتشبيه. الاصل في الصوره المشبه. التشبيه ده بيحصل فين؟ في مين؟ في الاستعاره والتشبيه بس. المجاز ما فيهوش تشبيه على فكره، ولا الكنايه فيها تشبيه. الكنايه دي حاجه تعبير يعني غير مباشر وخلاص. يبقى يفضل انك تطلع مين؟ استعاره او تشبيه. يا سلام، احبك دي استعاره على فكره. بالظبط. لان المدينه دي شبهها بايه؟ انسان يخاطبه وايه؟ وكانه يحبه او كانه انسان يتكلم معه كتير بقى. يعني لما قال مثلا ربيع القلوب، هو القلب ليه ربيع؟ شبه القلب وكانه انسان ايه؟ له ربيع، وهكذا. كتير كتير اسئله يعني، صور كتير يعني. بس عشان الوقت يعني ايه؟ نحاول قدر الامكان ان احنا نطلع صوره على قد ما هو مطلوب. سر جمالها طبعا تشخيص المعنى في صوره حسيه ايه؟ توضح. جيم: بما وصف الشاعر مدينته. لا ده شرح. نعم؟ وصفها بانها ربيع القلوب، وانها نور المقل، وانها فجرا شهيا، وانها في مقلتيها الامل، وانها تسكن البلاد، تسكن الفؤاد. اذا انا جبت كل اللي انا عملته ايه؟ جبت من الابيات بفصح. وعايز تشرح الابيات شرح ماشي، يعني شرح كده محترم كده، تمسك بيت وتشرحه هتلاقي قلت لنفسك اللي انا قلت. بس انا جبتها لك على طول يعني. فهمنا يا شباب؟ ديت الابيات او ده التدريب الثاني من البلاغه صفحه 193.